وزي رمضان الماضي رجعت لكم المرة دي رغم اني مشغول ومش فاضي عشان احكي لكم يوماتي حكاياتي وذكرياتي عن عن الايه يا سعاد؟ هتحكي لهم لوحدك اظن. هو ينفع تحكي برضه من غير رمضان المصري ده؟ ما حظك ونصيبك. وماله يا سيدي على القهوة، ده الأصحاب بيتقابلوا على القهوة، والأوقات الحلوة على القهوة، والفن والثقافة والتاريخ على القهوة. ويلا بينا على القهوة يا رمضان. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير أحمد صيام. رمضان المصري على القهوة إخراج تامر حسني. انتوا مش ملاحظين يا جماعة ان القاهرة في كتب التاريخ مش قاهرة واحدة وانها اكتر من قاهرة؟ يعني مثلا في قاهرة المعز اللي هي القاهرة الفاطمية، وفي القاهرة الخديوية اللي هي وسط البلد اللي بتمتد من الأزبكية للنيل مرورا بباب اللوق وابو العلا والزمالك وجاردن سيتي لغاية الروضة والمانيال والجيزة. وطبعا في قبلها القاهرة الإسلامية بعاصمتها الفسطاط اللي في قلب منطقة مصر القديمة واللي اتبنى فيها المتحف الرائع الجديد متحف الحضارة. ولما اي حد بيمشي في الشوارع دي بيحس بمشاعر لا يمكن يحس بيها في اي مكان تاني في الدنيا، خصوصا في رمضان. جايب سيرتي ليه تاني يا باشا؟ مالك ومر رمضان؟ وكل ما اجي القهوة الاقيك قاعد تقطع في فروتي. يا عم انت حد جاب سيرتك؟ انا بتكلم عن شهر رمضان مش عن المعلم رمضان. بقول ان شوارع المحروسة ليها سحر خاص خصوصا في شهر رمضان. اهو دي بقى عندك العيب فيها يا صاحبي. فعلا قاهرة المعز والقاهرة الخديوية بالذات عبارة عن كتاب تاريخ مفتوح، وفين ما تمشي تلاقي حكايات وناس كانوا اساطير. يعني مثلا انا كنت النهارده بالصدفة كده ماشي في شارع محمد علي وشارع كلوت بيه وباب الخل، وعديت على المكان اللي كانت فيه قهوة الكتب خانة. ايوه الشهيرة بتاعت زمان دي اللي كان بيقعد عليها توفيق الحكيم ايام ما كان رئيس دار الكتب، كان بيقعد عليها كمان المطرب الشعبي الجميل محمد عبد المطلب. ايوه ما هو عبد المطلب كان ساكن في السيدة وحبيبته ساكنة في الحسين، ويوماتي كان بيروح لها مرتين. ها واكيد اياميها كان بيقعد على قهوة الكتاب خانة عشان يريح رجليه من المشي رايح جاي جاي رايح. لا حلو ده عمرو بيه ملعوبة. على فكرة كمان بقى كان بيقعد على قهوة الكتب خانة دي اللي هي دار الكتب يعني شاعر النيل حافظ ابراهيم والشيخ عبد العزيز البشري والعالم اللغوي الكبير زكي المهندس ولد الاستاذ فؤاد المهندس وابو الاذاعيه الكبيره صفيه المهندس. ما هو بصراحه بقى وجود قهوه الكتب خانه قدام دار الكتب خلاها مكان مغري لقعده الكتاب والفنانين اللي كانوا بيتقابلوا عليها وبيعملوا عليها احلى شغل. ايه كان زمن جميل والله يا معلم، والواحد كان نفسه يعيش في الزمن ده. تخيل لما تروح الفيشاوي في سيدنا الحسين وتقعد مع نجيب محفوظ وتمشي لعماد الدين فتلاقي نجيب الريحاني فتقعد معاه هو وبديع خيري، وتروح باب الخلق تقابل توفيق الحكيم على قهوة الكتاب خانة، ولو مشيت شوية لشارع محمد علي هتلاقي قهوة التجارة قاعدين عليها فرقة حسب الله وأشهر الآلاتية في المحروسة. ياه إيه الجمال والعظمة دي يا أخي. لا بس انت نسيت حاجة مهمة جدا يا عمرو باشا، اهم حاجة. لو روحت شارع المعز والجمالية ودخلت سوق المداء هتلاقي قهوة الجبار دي لصاحبها المعلم رمضان المصري راوي الروايات وملك الحكايات. حقك يا معلم، ده انت اشهر من النار على العالم، حد يقدر ينكر؟ بس انت بقى نسيت اكلمك على قهوة تانية كان ليها شنة ورنة في شارع محمد علي برضو، هي قهوة عكاشة اللي كان بتملكها فرقة أولاد عكاشة اللي عروضها الكوميدية كانت بتنافس الريحاني في عماد الدين. طب تخيل بقى سعادتك إن قهوة أولاد عكاشة دي كانت أول نادي للاستماع الموسيقي في مصر، وبيقولوا إن اللي بيقعد عليها كانوا بيدوله سماعات عشان يسمع الاسطوانات اللي كانت بتشتغل على أجهزة الجرامافون في القهوة. أجهزة الجرامافون دي اللي كان بيشغل عليها الاسطوانات. حاجة بقى في منتهى الرقي والجمال، بجد بجد شيء راقي ومحترم. مش بقولك انا كان نفسي اعيش في العصر الذهبي ده يا معلم. يلا معلش، عموما بكره هتقابل مع المعلم رمضان المصري
وحكاية جديدة على قهوة الجبرتي في زقاق المدى. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشبة والفنان الكبير أحمد صيام. رمضان المصري على القهوة إخراج تامر حسني.